السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي فات اتعلمنا ازاي نعمل وحدة المربع الجراني دي، وتعلمنا كمان ازاي طريقة تنظيف الخيوط فيها، الخيوط الزيادة. وفي الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نقفل الوحدة. طبعا اول حاجة احنا عارفين طبعا ان عدد الغرز، طبعا من ساعة ما بدأنا بالدائرة السحرية لحد ما انتهينا بالتالت سطر معايا، وهو عدد الغرز واحد. فطالما عدد الغرز واحد هجيب الخيط بتاعي. اول حاجة هسمي الله واجيب الخيط بتاعي. اول حاجة هعملها ان انا هعمل عقدة بداية، لف الخيط على الابرة لفتين بالشكل ده، ولف الخيط على الابرة وهسحب الفتلة بتاعتي، وكده انا عملت عقدة بداية. تمام، هاجي هنا هطلع الخيط من عقدة البداية، وهاجي هنا هعد هنا في ما بين كل 3 عواميد 3 سناسل، 1 2 3، وهنا طبعا برضو 3 سناسل، 1 2 3. انا هاجي في السنسلة رقم 2 او في تاني سنسلة او السنسلة الوسطانية، وهدخل في الضلع الخلفي للغرزة، لغرزة السنسلة. هي غرزة السنسلة ليها ضلعين، انا هدخل في الضلع الخلفي لغرزة السنسلة، وهجيب القطعة التانية بتاعتي وهدخل برضو في الضلع الخلفي في تاني غرزة سنسلة معايا بالشكل ده، وهجيب عقدة البداية اللي انا عملتها وهسحبها وهطلع من الفتلتين اللي على الابرة. هطلع من اول واحدة بالشكل ده وهطلع من تاني واحدة. تمام، هكمل كده. انا معايا اول غرزة، تاني غرزة سنسلة هي معايا، انا هدخل برضو طبعا الخيط انا ماسكاه من تحت، انا هدخل برضو في الفتلة الخلفية او في الضلع الخلفي لغرزة السنسلة، وفي تاني واحدة هدخل في الفتلة الخلفية بالشكل ده. انا دخلت جوه الاتنين، هلف الخيط على الابرة وهسحبه وهطلع من الـ3 فتل اللي على الابرة. انا كده معايا 3 فتل على الابرة، اول فتلة اللي باللون المختلف والفتلتين بتاعت كل قطعة معايا. هلف الخيط على الابرة وهطلع من الـ3 فتل وهعمل غرزة منزلقة. هكمل، هاجي الغرزة اللي عليها الدور، هاخد الضلع الخلفي منها، والناحية التانية هاخد الضلع الخلفي، والف الخيط من تحت كده على الابرة وهطلع من الـ3 فتل اللي على الابرة وهعمل غرزة منزلقة. هكرر اللي عملته تاني، هدخل في الضلع الخلفي للغرزة اللي عليها الدور واللي بعدها، والف الخيط على الابرة، هيبقى عندي 3 فتل على الابرة، 1 2 3 بالشكل ده. لف الخيط وهطلع من الـ3 فتل اللي على الابرة. لازم يكون عدد الغرز في القطعة دي قد عدد الغرز في القطعة دي علشان تيجي معايا مظبوطة. هكمل نفس الخطوات اللي انا بعملها لحد النهاية بالشكل ده. شايفين شكلها؟ هاخد اول فتلة من الغرزة دي مع اول فتلة من الغرزة دي، والف الخيط على الابرة وهطلع من التلاتة، وهكذا لحد ما اوصل لتاني غرزة. هنا عندي في النهاية 3 سناسل زي اللي كانوا عندي هنا في الجنب ده، هنتهي عند الغرزة رقم 2 هنا وهنا. انا وصلت كده عند اول واحدة، هدخل في تاني واحدة وهي الاخيرة، وهعمل اخر غرزة منزلقة معايا بالشكل ده. طبعا لو انا معايا عدد القطع اكتر، ده شكلها بالمنظر ده. لو انا معايا عدد القطع اكتر، لو انا مثلا بعمل جاكيت، بعمل بلوفر، بعمل كوفية كبيرة، شال، فطبعا هيبقى معايا عدد المربعات. هكمل فهحط القطعتين التانيين هنا
قطعة هنا وقطعة هنا وهكمل على طول، مش هنهي الشغل بتاعي. وهاجي العكس وهشتغل من هنا لهنا. يعني انا بعد ما اخلص بالطول كده القطع اللي معايا، احط القطع كده فوق بعض واكمل شغل. هاجي هنا من العرض وهبدأ، دي طبعا هتبقى جنب القطعة التانية اللي فوقيها، هبدأ وهمشي بالعرض بالشكل ده. انا هنا طبعا خلصت الجزء بتاعي والقطعة بتاعتي، لان انا بعملها بس كعينة كده اعرفكم الغرزة. طبعا هطلع وهعمل غرزة تأمين وهقص الخيط بتاعي بالشكل ده، هبدأ انضف الخيط بتاعي برضو واخبيه داخل الشغل بالمنظر ده كده. هدخل تحت نفس اللون عشان لما اداري الخيوط بتاعتي ما تبقاش باينة من اللون التاني الفاتح بالمنظر ده كده. حاجة اسهل ما يمكن. ولو هنعمل طبعا منه جيليه او هنعمل بلوفر او ممكن نعمل جوانتي بالجراني، كل ده هيبقى طبعا ايه سهل علينا. طبعا انا كده دخلت كتير قوي، ممكن اقص الزيادة بالشكل ده. وهنا كمان غرزة البداية برضو هبدأ انضفها واخبيها داخل الشغل بتاعي، ولو بإبرة تنظيف طبعا هيبقى الشغل اسهل بكتير والتنظيف اسهل بكتير، بس انا بسهل عليكم عشان اللي ما عندهاش يعني ادوات كتير للكروشيه ولسه مبتدئة، ومش طبعا مش هينفع تشتري كل الادوات، انت لسه بتتعلمي، فتقدري تشتغلي وتقدري تعملي كل حاجة بنفس الإبرة الواحدة. بدخل كده تحت الغرزة اللي بنفس اللون بتاع الخيط وبسحب الفتلة بتاعتي بالشكل ده، الف مرة الناحية دي والف مرة الناحية دي كده، هلف الناحية التانية عشان ما تبقاش ماشية كلها في اتجاه واحد، تعمل كلكعة مثلا. انا كده دخلتها كتير، بأمن الشغل بتاعي، دخلتها كتير. انا هقص زيادة برضو بالشكل ده، ودي شكل القطعة بتاعتي بعد ما قفلناها. اسهل ما يمكن. لو هتعملي كوفية منها هتكملي كده بالشكل ده، وتيجي هنا تعملي شرشيب، هتبقى جميلة جدا جدا جدا. اتمنى الفيديو يكون سهل عليكم ويكون الفكرة وصلت لكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.